مجدا وإكراما إكراما ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس الآن وكل ربنا إلى دارك كلها آمين. من نعمة ربنا نتأمل النهاردة في الإصحاحين 9 و10 من سفر طوبيا. زي ما عرفنا في الإصحاح اللي فات أنه نعمة ربنا وبركة الملك رفائيل أنقذت سرة من الموت من موت جوزها, أن كان في 7 قبل كده ماتوا, وده كان طبعا بتدبير ربنا وإرادته ومواعيده, لأن يعني ولا واحد منهم كان يصلح ليها. وبعد ما دخلوا الخيمة مع مراته طوبيا الشاب طوبيا في السر كده قال قبل أبو العروسة قبل العبيد بتوعه عشان يحفروا مدفن جاستين كيس لما يموت يدفنوا قبل ما يطلعوا النهار عشان ببقاش فضيحة في البلد يعني. وفي نفس الوقت قال بعد ما خلصوا كده قال مراته بعتوا حد من الجواري عشان يشوفوا ومات ولا لسه. فراحت الجارية شافت قالت لهم نايمين ومرتاحين خالص مفيش حاجة. الصلوات بتاعت طوبيا وسارة صلوات عميقة جدا بيشكر فيها ربنا على الأفضل بتاعته, بيطلبوا رحمته, وفي نفس الوقت بيطلبوا أنهم يكونوا ينموا مع بعض في شيخ وصالح. ده المفروض نبتدي بيه كل زيجة, أن الزوج والزوجة يركعوا ويصلوا ويطلبوا ربنا المراحم بتاعته ينجيهم من الشهوات الجسدية البحتة, وأنهم يفكروا في أنهم يكونوا ليهم شركة مع السمائيين في التسبيح ربنا, وربنا هيبارك حياتهم ويطول عمرهم في سلام وفي أمان. نقرأ الإصحاح 9 مع بعض. ثم أن طوبيا استدعى الملاك الذي كان يحسبه إنسانا وقال له يا أخي عزريا أسألك أن تسمع كلامي, إني لو جعلت نفسي عبدا لك لما وفيت بعنايتك حق الوفاء, ولكني مع ذلك أسألك أن تأخذ دواب وغلمانا وتنطلق إلى غابيليوس في رجيس مدينة الماديين وترد عليه سقهم وتقبض منه الفضة وتدعوه إلى عرسي, لأنك تعلم أن أبي يحسب الأيام, فإن زدت في إبطائي يوما واحدا حزنت نفسهم, وأنت ترى أن رعوئيل قد استحلفني ولست أستطيع أن أستخف بحلفهم. حينئذ أخذ رفائيل 4 من غلمان رعوئيل وجملين وسافر إلى رجيس مدينة الماديين ولقى غابيليوس فدفع إليه سكاه واستوفى منه المال كلهم, وعرفه أمر طوبيا ابن طوبيا وكل ما وقع, وأتى معه به معه إلى العرس. فلما دخل بيت رعوئيل وجد طوبيا متكئا فنهض قائما وقبل بعضهم بعضا وبكى غابيليوس وبارك الله وقال يباركك الرب إلى إسرائيل لأنك ابن رجل صالح جدا بار ومتقي لله صانع صدقات, وتحل البركة على زوجتك وعلى والديكما وتريان بنيكما وبني بنيكما إلى جيل الثالث والرابع, ويكون نسلكم مباركا من إله إسرائيل الملك إلى دار الدور. فقالوا كلهم آمين. ثم تقدموا إلى الوليمة, إلا أنهم اتخذوا وليمة العرس بخوف الله والسبح الله دائما أبديا آمين. طوبيا طبعا أنه حما اترجى أنه يقعد شوية, فطوبيا كان بيفكر في أبوه اللي قلقان عليه, وإذا غاب شوية أكتر حيتعب هو وأمه. فطلب من الملك رفائيل, هو كان برضو بيحسبه لسه شاب صاحبه, وقال له خد معك الدواب بتاعته, ياخد جمالين وغلمان بيخدموه في السكة,
واديله الصك بتاعه وخد الفلوس منه وهاتها وادعيه علشان يجي القرص بتاعي. ممكن اعمل القرص 14 يوم مش يوم واحد يعني. فبيقول له يعني عشان بيترجاه، فبيقول له انا لو عملت نفسي عبد ما اقدرش اوفيك حقك في التعب اللي تعبته معي ده، لكن لنا اكمل جميلك واعمل حكايه ده. وقال له يعني شايف يعني خايف بس عشان لو بعد ما نخلص كده هنروح كمان للراجل غابيليوس هنضيع وقت ثاني، فعشان نوفر الوقت بس. وبعدين رفايل اخذ 4 غلمان وجملين وسافر الرجيس، فدال الصك واخذ منه الفلوس اللي كان مدين بيها. في ناس يقولوا ايه، في بعض الناس النقاد بيعترض يقول لك ايه ام رجيس مرين الماديين، ما رفايل اسمه ايه غابيز موجود هناك وفي نفس الوقت غابيليوس، فهي زي ما تقول مدينة صغيرة ومدينة كبيرة زي القاهرة والقاهرة الكبرى، ومدينة لوس أنجلوس جريتر لوس أنجلوس لما تتمد المدينة الأكتر. فبرضه تعتبر سفر لأنه بيمشين على رجليهم يعني، مفيش حد ما عندهمش عربيات ولا حاجة. إنما فده طبعا انتقاد مرش معنا. المهم إنه راح الجبل الفلوس وجه عدد 7 وعرفه أمر طوبيا ابن طوبيا وكل ما وقع، حكى له عن مين هو طوبيا وابنه واللي حصل كله والأحداث اللي حصل دي كلها، ودعا للعرس فرجع مع العرس. لما وصلوا بيت رعويل كان طوبيا متكي يعني قاعد كده مش قاعدين على كراسي زينا، بقى فيه متكأ الواحد يرقد اللي يفرد رجليه ويتكي على جنبه على مسند ولا حاجة. فشافوا قام بسرعة احتراما للراجل الكبير ده وقبلوا بعضيهم، وغابيليوس الراجل المدين ده بارك ربنا وبكى، كان منفعل جدا انه شاف ابن صاحبه وجوز حاجة عظيمة يعني، فكان منفعل خالص يعني. ودعاله دعوة حلوة خالص، ياريتنا برضه نستعمل الدعوة دي في لما يكون في عرس ولا حاجة نستعملها ونبعثها في التهنئة بتاعتنا. يقول إيه، يباركك الرب إلى إسرائيل لأنك ابن رجل صالح جدا بار متقي الله صانع صدقات، بيمدحه بيمدح أبوه. وتحل البركة على زوجتك وعلى والديكما، مش بس أنت والعروسة والعريس، بس اللي جابوا العروسة والعريس الوالدين والطرفين يعني. وطيران بنيكما وبني بنيكما إلى الجيل الثالث والرابع، تعيشوا وتشوفوا ولادكم وولاد ولادكم لغاية الجيل الرابع يعني، يبقوا جد جد جريت جراند فادر. ويكون نسلكم مباركا من إله إسرائيل المالك إلى دهر دور. ياريت يبقى عندنا النسل الصالح ده، نصلي عشان ربنا يبارك في ولادنا بل من ربيهم كده في العالم ويزوه فيه. عدد 12 فقالوا كلهم آمين، ثم تقدموا إلى الوليمة إلا أنهم اتخذوا وليمة العرس بخوف الله، مش بنهم وشهوة الطعام، إنما صلوا أكيد قبل الأكل عشان ربنا يبارك في الأكل ويكون لي الفايدة بتاعته، وفي نفس الوقت ما مش عايزين يأكلوا ويشبعوا ويجي لهم تخمة يعني. هدي أصل صلوات، فيش حد إلا ما بيصلي إذا كان طبيت الراجل الكبير ومراته، وبعدين البنت سيرة بتصلي، وأبوها وأمها بيصلوا، وصاحبهم بيصلي، فدي كلها صلاة، كلها حياتهم كلها بركة في بركة. ده الإصحاح 9. الإصحاح 10 لما أبطأ طوبيا هناك لسبب العرس، قلق أبوه طوبيا وقال لماذا ترى أبطأ ابني وما الذي عاقه عن ذلك؟ ألعل غابيليوس قد مات وليس من يرد له المال؟ وخذ حزن شديد وهو وحنة امرأته، وطفق كلاهما يبكيان لتخلف ابنهما عن الرجوع في يوم الميعاد.
وكانت أمه تبكي بدموع لا تنقطع وتقول: أوه يا بني، لماذا أرسلناك في الغربة يا نور أبصارنا وعكاز شيخوختنا وعزاء عيشتنا ورجاء عقبنا؟ لقد كان لنا فيك وحدك كل شيء، فلم يكن ينبغي لنا أن نرسلك عنا. فكان طوبيا يقول لها: اسكتي ولا تقلقي، إن ابننا سالم والرجل الذي أرسلناه معه ثقة جدا. فلم يكن ذلك يفيدها أدنى تعزية، وكانت كل يوم تقوم مسرعة فتتشوف من كل جهة وتنظر في جميع الطرق التي كانت تظن أن ابنها يرجع منها لعلها تراه عن بعد مقبلا. أما رعوئيل فقال لصهره: أمكث هنا وأنا أنفذ إلى طوبيا أبيك من يخبره بسلامتك. فقال له طوبيا: إني لا أعلم أن أبي وأمي يحسبان الأيام وأرواحهما معذبة قلقا. وبعد أن أكثر رعوئيل من الحاح على طوبيا فأبى أن يسمع بوجه من الوجوه، أعطاه سارة ونصف أمواله كلها من غلمان وجوار ومواش وإبل وبقر وفضة كثيرة، وصرفه من عندي بسلام فرحا قائلا: ملاك الرب القدوس يكون في طريقكما ويبلغكما سالمين، وتجدان كل شيء عند أبواكما بخير، وترى عيناي بنيكما قبل موتي. وأقبل الوالدان على ابنتهما يقبلانها، ثم صرفاها والصبح الله دائما أبديا آمين. في نقطة مهمة خالص في الإصحاح ده ناخد بالنا منها. فلما تأخر طوبيا عشان العرس، ما قالوا له يقعد 14 يوم، كان بيحسب الأيام لأنه أبوه حكونا قال عنه، وده بالفعل الأب والأم كانوا قالانين كده. بيسأل يقول: إيه اللي أخره كده؟ إيه اللي عطله ده كله؟ يكون شغابيليوس اللي هو مدين يكون مات، ومحتار طوبيا ابني ازاي يجيب الفلوس. المهم هو كان حزين ومراته، وهما الاثنين كانوا بيبكوا طبعا علشان ابنهم تأخر عن الرجوع في يوم الميعاد. الأم كانت تبكي بدموع طبعا، عارفين مشاعر الأم لما تكون قلبها محروق علشان ولادها، يعني دموعها لم تنقطع، تقول التأوه يعني حزينة جدا. يا بني لماذا أرسلناك في الغربة يا نور أبصارنا؟ هو نور عينيهم، لأن هم كبروا في سن، وعكازة شيخوختنا اللي احنا بيبقى شيخ محتاج لحد يسنده ويساعده ويتعكز عليه، وعزاء عيشتنا ورجاء عقبنا، بيعزينا في حياتنا نبقى فرحانين بيه، وفي نفس الوقت رجاء انه هجيب بعد كده اولاد ويفرحوا بيهم. برضو بتكلم برضو من قبل اللوعه بتاعتها: لقد كان فيك وحدك كل شيء، انت الوحيد وحياتنا كلها في ايدك، فلم يكن ينبغي لنا ان نرسلك عنه، ما كانش نبعتك تبعد عننا يعني. فكان طوبيا يقول لها: اسكتي ولا تقلقي، تقلقيش، لأن ابننا سالم والرجل الذي أرسلناه معه ثقة جدا. حب يطمنها، يقول لنا ابننا بخير، ولا ما هذا رجل يعني موثوق فيه وحيخلي باله منه، مش هيسيبه أبنا ولا يصيبه أي مكروه. ومع ذلك قلب الأم، لما يكون ذلك يفيدها أدنى تعزية، كانش متعزية، كانت تعمل ايه كل يوم؟ تخرج برا البيت وتشوف كده الطرق من كل جهة، تشوف ايه الطرق اللي توصل للبيت من كل ناحية، متعشمة ان ابنها تطلع في يوم تلاقي ابنها راجع وتشوفه من بعيد هو جاي. فكرنا بأبو الابن الضال اللي كان بيخرج كل يوم علشان يشوف ابنه رجع ولا لسه. اما 8، اما رعوئيل فقال لصهره: امكث هنا وانا انفذ الى طوبيا ابيك من يخبره بسلامتك. قال له: خليك انت قاعد هنا، انا حبعت مرسال لابوك علشان يطمنه عليك انك بسلام.
إنما طبيا أصر، قال له إيمان: إني لا أعلم أن أبي أمي يحسبان الأيام وأرواحهما معذبة قلقا. أنا عارف أبوي وأمي كويس، بيحسبوا الأيام، ولو تأخرت هيقلقوا جدا ويبقوا معذبين من القلق بتاعهم. عدد 10. وبعد أن أكثر راؤيل من الإلحاح إلى طوبيا فأبى أن يسمع بوجه من وجوه، قعد يلح عليه حماه، لكن رفض طوبيا باستمرار بأي شكل من الأشكال، قال مستحالة يعني. فأعطاه سارة ونصف أمواله كلها، اداله بنته ونصف في فلوسه من غلمان وجواري ومواش وإبل وبقر. شوف الخير اللي كان عنده، غلمان وجواري اللي هم العبيد بتوعه، ومواشي الخرفان والمعيز، وإبل جمال وبقر وفضة كثيرة، وصرفه من عندي بسلام فرحا، ودعوهم بسلام قائلا. إلا قالوا بقى بيودعهم: ملاك الرب القدوس في طريقكما، وحاسس بقى الملاك معه، ويبلغكما سالمين، يوصلكم بسلام، وتجدان كل شيء عند أبواكما بخير. هتروحوا تطمنوا على أبواكم كلهم بخير. خلوا بالك ما قالش أبواك، قال أبواك أبواكما أنتوا الاثنين يعني، وترى عينان بنيكما قبل الموت. خلوا بالك بقى في الحتة ده، حتة حلوة خالص يعني، هنشوف. وأقبل الوالدان على ابنتهم ويقبلانها، ثم صرفاهما وأوصاياها العروسة أن تكرم حمويها وتحب بعلها وتدبر عيالها وتسوس بيتها وتحفظ نفسها غير ملومة، والصبح الله دائما أبديا آمين. وصية حلوة خالص، يا ريت كده الناس تعملها، ما بقاش كده عندنا نظام الحموات الصعب لبعض الناس في مصر، وتاخدوه طبعا مش أولاد ربنا اللي بيعملوا الكلام ده. فندعي لأولادنا، ولأنه بقولها لما وصل بنت، الله خلي بالك من تجدين كل شيء عند أبويكما بخير، بيعتبروا الحما والحما أب وأم. وإحنا عندنا في الإنجليزي بيقولك father in law and mother in law، أم تاني وأب تاني. فدي المحبة الحقيقية، مش يبقى فيه كده تنشن وتوتر، يا ترى حماتك هتعمل فيكي إيه وحماك هيعمل فيكي إيه. لا، ده بيوصوهم عليهم، وقالوا منهم يكرموا الحموين ويحبوا تحب بعلها وتدبر عيالها وتسوس بيتها وتحفظ نفسها غير ملومة، ما تعملش خطأ، ما تعملش غلط. فدي الوصية حلوة خالص، ودي وصية لكل زوجة النهاردة برضو، ربنا بعت المسج ليها إنها تكرم الحموين وتحب جوزها بإخلاص يعني، وتدبر أمور عيالها، هي اللي بتربيهم، مضي أطول وقت معهم، وتسوس بيتها، تدبر كور الأمور البيت، وتحفظ نفسها غير ملومة، ما تعملش أي حاجة غلط ترضي تغضب ربنا. ربنا يدينا نعمة فعلا إن إحنا نسمع الكلام ده، وريد كل زوج وزوجة أو كل واحد مقبل أو كل واحدة مقبلة على الزواج إنهم ياخدوا الوصية ده ويعملوا بيها، يبقى يعتبروا الحما والحمات، الحما والحما دول أبوين ليهم، بدل ما يحسنوا في أنيموزي أو في نزاع بينهم وفي كراهية من ناحية الحما والحما. ربنا دي النعمة، ويفكرنا كده بقصة رعوث وحماتها، وإزاي رعوث دي حبت حماتها لأنها كانت بتحبها من الأول، كلنا عارفين القصة بتاعتها. ربنا النعمة فعلا، نتعلم من السفر ده حاجات حلوة خالص، زي ما نشوف الأسفار الإصحاحات اللي جاية، تعليم حلو خالص تنفعنا في حياتنا اليومية وحياتنا في المجتمع اللي احنا عايشين فيه. لله كل المجد من الآن وكل أوان وإلى دهر كلها، آمين.